الدين لما بدنا نركب الأرض كيف يشتغل هو كل شيء بيجي لك كده طيب ما بيجي يقولوا ما في سكة مرة وخلاص خلاص مو سكة يا شيخ ايش انا جننتني اليوم والله جننتني يا سيد رمزي سنة 1957 وكان أبوي يشتغل عنده محلين محل بالسلط ومحل بجبل عمان ترك السلط وإجا سكن بعمان مشان يتفرغ لمحل واحد بعمان وهذا المحل أسس محل تاني بفرعنا الثاني بالصوفية فتحناه سنة 1996 ومن هذا المحل انتشأنا وتربينا وصار عنا الشغل وصار الناس يعرفونا وصاروا يعرفوا اسم عنكي اسم زي اسم العلم لأنه إحنا بنشتغل بإخلاص الإخوة بيشتغلوا محمود يا أخي والله فرجوا السيرة أنا في نفسك